آيتك مع الشيخ إبراهيم أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، نحن مع برنامج آيتك في دقائق معدودة، نأخذ آية من كتاب الله مع ضيف كريم. هذه الآية لها أثر عليه في حياته، الآية لها معنى، لها دلالة، في ماضي مع هذه الآية، في استشراق واستشراف للمستقبل مع هذه الآية. الآية لها دلالة ومعنى عند هذا الإنسان، ولكل واحد منا كما يقولون تأملات الخاصة في كتاب الله عز وجل، والتفكر الخاص والتمعن الخاص والوقوف على بعض الآيات. وكم من الناس كما يقولون يعني بكوا من آية مرت عليهم، وكم من الناس تأثروا بآية معينة، وكم من الناس قرروا قرارات من خلال آيات معينة كانت لها أثر عليهم. وفي كل كما يقولون حلقة عندي ضيف يحمل آيته معه، ومعنا الآن ضيفة متأملة إن شاء الله في كتاب الله عز وجل، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عبد الرحمن، حياك الله. الله يسلمك شيخ إبراهيم، يعني جزاك الله خير على هذه الاستضافة يعني والكرم المعهود من حضرتك. الله يرفع قدرك، الله يرفع مقامك، مثلكم حقيقة يعني كما يقولون يفتح لها كل الأبواب حتى توصل صوتها. ونحن نعلم أن الإذاعة سبحان الله كثير من الشباب والشابات أولادنا وبناتنا كلهم بيسمعوا إذاعات في سياراتهم يعني، فاحنا نحب الآن نتشارك مع حضرتك في آيتك الخاصة بعد التعريف بنفسك، إذا أردت ذلك، إذا أردت أن تعرفي بنفسك فتفضلي، وإن لم تريدي تدخلي في آيتك مباشرة الأمر لك. الله يسلمك شيخ إبراهيم. أول حقيقة أنا يعني اسم البرنامج لفت انتباهي، يعني يا سلام إنه أنا يعني اسم آية لي يعني لي زي ما تقول عمر وقصة لسها كثير فيه، يعني من الأسماء المحببة إلى نفسي. يا سلام أولاً. يا سلام. ثانيا أنا اسمي نسرين حسين مدني، أم لي 7 أبناء ما شاء الله، الله معلمة في مدارس دار الفكر لمادة التربية الإسلامية في القسم الثانوي. يا سلام. الحقيقة شيخ إبراهيم يعني أنت أثرت فينا الشجون، يعني الله المستعان، يعني نحن آية واحدة ما تكفي. الله أكبر، الله أكبر، يعني كلام الله كله جميل، وكلام أكيد. الله كله لنا معاه قصص أكيد. يعني عمر نعيش أكيد. فيه أكيد. لكن يعني عشان الوقت حقيقة فأنا يعني أذكر الآيات من سورة طه، قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحان الله، يعني هذه الآيات تأثر فيها كثيرا، يعني لا إله يعني الله. لما أسمعها وأشوف الخطاب الحاني من الله سبحانه وتعالى الله. لحبيبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطاب اللي هو بالتالي يعني تابع خطاب لأمته الله سبحانه وتعالى. كيف أن هذا القرآن إنما الله سبحانه وتعالى أنزله علينا ليسعدنا لا ليشقينا. الله الله، تكاليف الله فيها رحمة، تكاليف الله فيها سعادة، التزامنا بالمنهج الإلهي سبحان الله هو الله. السعادة بعينها الله الله. يعني الناس اللي بيتكلموا بيقولوا إنه والله تكاليف ثقيلة علينا والدين هذا تشدد والدين هذا صعب، لكن حقيقة سبحان الله يعني اللي يعيش مع هذه الآيات ومع القرآن ويستشعر رحمة الله وعدله في كل شيء في كل دقائق الحياة، يا سلام، يعرف إنه فعلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا سلام، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يا سلام، إلا تذكرة لمن يخشى. الله أكبر، الله يجعلنا من أهل السعادة الدائمة يا سلام. وإذا 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 تابعنا الآيات حنكتشف عجبا لما ربنا يقول سبحانه وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سبحانه الرحمن على العرش استوى، هذه الآية كذلك أنت كما يقولون أخذتيني أم عبد الرحمن في مساحة أخرى بعيدة، ببساطة شديدة استوى الله على عرشه ليرحم. سبحان الله الرحمن، أي والله الرحمن على العرش استوى سبحان الله. وهي سياق يعني السورة كلها من جمالها وروعتها كلها سياق محبة
سبحان الله. الله سياق لطف يعني سبحان الله يعني حتى الآيات قصة سيدنا موسى قصة سيدنا آدم سبحان الله يعني كلها تستشعر الإنسان فيها قد إيش الله قريب منه قد إيش الله رحيم منه سبحان الله يا رب. يعني حتى من رحمته كيف حتى بفرعون نفس كيف الله سبحانه وتعالى الله أكبر. يعني فقولا له قولا لينا يعني هي بداية الآيات شيء جمال وسياق السورة جمال ونهايتها جمال يعني يا سلام. أنا هذه من السور اللي فعلا تؤثر في نفسي سبحان الله. تعرفي عبد الرحمن أنا الآن أدعوك دعوة كده على الهواء حتى أحملك مسؤولية إنك أنت لازم تكتبي في تفسير القرآن شيئا. لا من جد ترى لأنه هذه التأملات ترى مهمة جدا. نحن نحتاج مثل هذه التأملات الرائعة الجميلة لأنه أولادنا وبناتنا يحتاج نقرب لهم القرآن. فأنت سبحان الله شوف كلماتك البسيطة هذه قضية الخطاب الحاني مسألة الرحمة مسألة القرآن من السورة من البداية للنهاية رؤيتك كده الشمولية للسورة يا سلام. إذن الآن أحملك مسؤولية سبحان الله هذا استدراج شيخ إبراهيم. أيوة لازم من الآن أنا أحملك مسؤولية أنك تكتبي خواطرك عن هذه السور القرآنية وحتجدي فيه مشروع جدا جميل وراقي. ونحن بنكتب وأنا فعلا بنكتب يا شيخ إبراهيم يعني أنا كل ما بتجيني خواطر بنكتبها ونحن عندنا مجموعات حتى بنشتغل معاهم يا سلام. تفسير القرآن يا سلام. يا سلام. تفسير القرآن نحن ما بنركز على التفسير نحن يا سلام. بنركز على التأمل والتدبر يا سلام. في كتاب الله يعني استخراج المنهجيات اللي بنحطها على واقعنا هذا عظيم. واقع حياتنا من القرآن هذا عظيم. الله يوفقك وينفع بك دائما وأبدا وما يسعني إلا أني أقول لك أني كنت إضافة وإفاضة لنا في هذه اللحظات البسيطة الجميلة وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.